إذن مشاهدينا، ماذا عن حركة أسواق العملات؟ للمزيد حول ذلك ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. أحمد، يعطيك العافية، شكرا انضمامك إلينا. لنلقي نظرة على ما شاهدناه في تداولات سعر صرف الدولار ين تحديدا، بعد وصوله إلى مستوى 162 شاهدنا تراجعات نحو مستويات 156-157. كان هناك شبهة بتدخل للسلطات اليابانية مرتين خلال الأسبوعين الماضيين، هل كان التوقيت مناسب وناجح فيما يبدو لهذه التدخلات المزعومة من السلطات اليابانية؟ صباح الخير ناصر، شكرا للاستضافة. نعم، شكوك حول تدخل الحكومة اليابانية على ما أعتقد هي باتت حقيقة، على ما أعتقد وزارة المالية قد تكشف عن ذلك في بيانها الفترة القادمة بالنسبة للتدخل. بالنسبة للوقف التدخل على ما أعتقد هو صحيح جدا ناصر، كنت قد ذكرت على قناة العربية في الفترة الماضية أن مستويات 161 إلى مستويات 163 قد تكون جاذبة للحكومة اليابانية للتدخل لمحاولة مساعدة سعر الصرف. عندما نجد الوضع البيئي، الوضع الاقتصادي بالنسبة لليابان على ما أعتقد أيضا قد كان مناسب جدا هنا ناصر، خاصة مع حالة عدم اليقين بالنسبة للتدخلات الفيدرالية القادمة. هناك مخاوف بين ما قد تتوقع الأسواق وما قد يتجه له الفيدرالي في الفترة القادمة، لذلك هي الوقت المناسب خاصة مع تبني البنك المركزي الياباني سياسة قد تكون مختلفة في الفترة القادمة. على ما أعتقد في الشهر الحالي قد يكون ضغط أكبر بالنسبة للبنك الياباني على سعر الصرف بشكل أكبر جراء رفع أسعار الفائدة من ناحية، تغيير برنامج السندات قد نتجه إلى عمليات تقليص شراء السندات في الفترة القادمة بالنسبة لبنك اليابان. هي إجراءات على ما أعتقد ناصر قد تكون جاذبة بالنسبة للين الياباني في الفترة القادمة، لكن لن يضع الين الياباني خارج إطار الكاري تريد في الفترة القادمة بكل تأكيد. الكاري تريد لللونج تيرم على المدى الطويل قد يستمر في الفترة القادمة، لكن التوجهات، التغييرات، البنك المركزي، تغييرات السياسة النقدية قد يعطي بعض الأنفاس للين الياباني من ناحية. من ناحية أخرى، تبني تغييرات السياسة النقدية مع تبني تغييرات السياسة النقدية للدول المحيطة لبنك اليابان قد تعطي بعض القوة للين الياباني. كنت يمكن أتجه في الفترة الماضية مع بداية العام أن يكون الين الياباني الحصان الأسود بالنسبة لدائرة العملات، لازلت أميل حتى الآن أن يكون الين الياباني منفرد في الفترة القادمة بأداء جيد جيد على ما أعتقد هنا على الميديم تيرم ناصر، على المدى المتوسط، يعني لدينا نصف عام حاليا بالنسبة لتداولات عام 2024. لازلت أميل إلى قوة الين الياباني جراء على ما أعتقد تدخل جديد بالنسبة للين الياباني، وهنا قد يكون التدخل القادم بالنسبة للين الياباني لو عادت الارتفاعات مرة أخرى إلى مستويات 160 قد يكون تدخل ممنهج بشكل أكبر من الحكومة اليابانية مع الفيدرالي الأمريكي للثبات السعري. ناجح على ما أعتقد الأسواق، الأسعار حاليا بالنسبة للين الياباني تجيب بأن التدخل ناجح، خاصة يمكن كنا في الفترة الماضية مع التدخلات كنا نرى انخفاضات أو ارتفاعات بالنسبة لسعر الين الياباني ثم عودة الانخفاضات، لكن حاليا كنا يتداول بشكل عرضي عن مستويات 156-157. لذلك أعتقد لحد الآن التدخل ناجح، وعلى ما أعتقد بنك اليابان في الأسبوع أو في الشهر الحالي قد يعطي دفع أقوى للين الياباني. تمام. أحمد، بالنسبة للدولار الأمريكي والآن في ظل طبعا دخول فيما يبدو كامالا هاريس إلى السباق الرئاسي مع انتظار طبعا حصوله على الترشيح الرسمي من قبل الحزب الديمقراطي، ولكن عادة التريد، الترامب تريد على الدولار هي مع ارتفاع حظوظ ترامب للفوز يرتفع الدولار والعكس صحيح. فبالتالي برأيك مع دخول خروج بايدن من الصورة من السباق ودخول كاملا هاريس، كيف سيتحرك الدولار في ظل هذا السباق الجديد ما بين ترامب من جهة وهاريس من جهة أخرى؟
يمكن ناصر ممكن تقسيم المرحلة الزمنية إلى قسمين، إلى وصول المناظرة بين كاميلا هاريس ودونالد ترامب. على ما أعتقد قد تكون هناك تداولات عرضية، يمكن الأسواق قد تنتظر المناظرة الأولى لمحاولة الوقوف على جرأة كاميلا هاريس بالوقوف في المناظرة أمام دونالد ترامب بكل تأكيد. من ناحية أخرى، لو ما وصلنا إلى الانتخابات الأمريكية، إلى وقت الانتخابات في شهر نوفمبر، على ما أعتقد جراء حتى كاميلا هاريس أو دونالد ترامب حقق الانتخابات الأمريكية، على ما أعتقد قد نتجه إلى تداولات التقليدية للدولار الأمريكي. قد تتجه الأسواق لشراءات الدولار الأمريكي بشكل أقوى، اتجاهات الملاذات الآمنة، لأنه بكل تأكيد على ما أعتقد حتى دونالد ترامب لو حقق الانتخابات الأمريكية قد تكون سياسته مخيفة بعض الشيء في الفترة القادمة. إنفاق مالي أكبر، الحرب التجارية قد ترتفع بشكل أكبر، بكل تأكيد التعرفة الجمركية قد تدفع أرقام التضخم لتسجيل ارتفاعات. لذلك قد يكون هناك بعض المخاوف بشكل أكبر اقتصاديا، وهنا الضبابية، هنا المخاوف، عدم اليقين بالنسبة للحالة الاقتصادية، قد تدفع الأسواق بكل تأكيد إلى محاولة شراءات الملاذات الآمنة على رأس الدولار الأمريكي. لذلك أميل إلى أن يكون هناك شقين، الشق الأول التداولات العرضية، ثم الشق الثاني عند الوصول للانتخابات الأمريكية قد يكون الدولار الأمريكي المستفيد بشكل أكبر. بكل تأكيد قد لا نستطيع فصل السياسة عن الاقتصاد هنا ناصر. يمكن عند وصولنا للانتخابات الأمريكية مع المخاوف بأن لا يكون هناك تخفيضات أسعار فائدة في شهر سبتمبر، لذلك قد يكون هناك الميول بشكل أكبر. لذلك الأرقام أو التوقيت الزمنية المهمة جدا القادم، على ما أعتقد ليس فقط الأرقام الاقتصادية، لا بل جاكسون هول. على ما أعتقد هي جاكسون هول قد يكون هو المفتاح الأول بالنسبة للمستثمرين لمعرفة هل سوف يكون الفدرالي الأمريكي يتجه في شهر سبتمبر لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى. بكل الأحوال أعتقد قد يكون الدولار الأمريكي أقوى جراء الدايفرجنس أو جراء التباين في السياسات النقدية في الفترة القادمة. لذلك أميل إلى أن يكون الدولار الأمريكي هو الأقوى، ليس بقوة، ليس بشكل كبير جدا، لكن قد يكون هو الأقوى الأكثر استقرارا مقارنة في العملات الأخرى. سؤال أخير فيما يتعلق بالاجتماع القادم للبنك المركزي الكندي، هناك انقسام فيما يبدو إذا ما كان سيتحرك البنك المركزي الكندي بخفض الفائدة، طبعا بعد أن كان هو أول من رفع الفائدة أبان الجائحة وأول من خفض الفائدة قبل نحو الشهر. ما هي توقعاتك لاجتماع هذا الأسبوع؟ هل نشهد المزيد من التخفيض أم ينتظر البنك المركزي الكندي؟ كيف سيتحرك الفدرالي في سبتمبر قبل خطوته المقبلة؟ يمكن ناصر لو نظرنا إلى حتى بالفترة الماضية إلى نبرة ماكلف، كانت نبرته بكل تأكيد عندما ننظر لها هي تخفيض أسعار الفائدة مع الاستحياء، يمكن نسميها توجهات من نبرته، النبرة أنه إمكانية رفع أسعار الفائدة حتى لا يزال على طاولة بنك كندا. لكن الأرقام الاقتصادية يمكن 2.7% بالنسبة للتضخم في كندا يعتبر حتى الآن جيد مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية. من ناحية أخرى، عندما ننظر إلى الأوضاع الاقتصادية بالنسبة للجي دي بي أو بالنسبة للنمو الاقتصادي، يمكن مستقر في الفترة الماضية بالنسبة لكندا. يمكن إذا لم يخفض أسعار الفائدة اليوم أو هذا الأسبوع، فمتى سوف يخفض أسعار الفائدة؟ قد ندخل إلى مرحلة في الفترة القادمة إلى اندفاعات النمو الاقتصادي بشكل سلبي، مما قد يدفع طوعا إلى تخفيض أسعار الفائدة خوفا من وصول أرقام الاقتصادية إلى الركود الاقتصادي بالنسبة للنمو. لذلك أعتقد قد يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة، لكن بدون أي إشارات إلى تحركات قادمة، إلى أي إشارات إلى موعد لدورة تسهيلية في الفترة القادمة. لذلك نعم أميل إلى تخفيض أسعار الفائدة مع نبرة قد تكون بعض الشيء صخورية من بنك كندا. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل مالي أول في مجموعة أكويتي، مباشرة من عمان. أهلا وسهلا بك.